النشرة الرئيسية من الفضائيات التربوية، مساء الخير. البداية مع العناوين: مناقشة مصادر التعلم الخاصة بمادة التاريخ ضمن ورشة عمل في مركز تطوير المناهج التربوية. مذكرة تفاهم لتطوير المناهج بين وزارة التربية وهيئة الطاقة الذرية. صدور نتائج الثانوية المهنية للنقل البحري للدورة الأولى للعام 2024. أهلا بكم مشاهدينا. من العناوين إلى التفاصيل: التركيز على تنمية مهارات التفكير التاريخي لدى المتعلمين ومناقشة مصادر التعلم الخاصة بمادة التاريخ كانت أهم المحاور التي ركزت عليها ورشة العمل التدريبية للجنة مصادر التعلم الخاصة بمادة التاريخ، والتي أقيمت في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بدمشق. وركز المشاركون بالورشة على ضرورة تحفيز المتعلمين على الاطلاع والبحث والاستنتاج وتعزيز قيم المواطنة ومساعدة الطلاب على فهم القضايا التاريخية والسياق الزمني للأحداث. وقعت وزارة التربية مع هيئة الطاقة الذرية مذكرة تفاهم لتطوير المناهج وتدريب الكوادر التعليمية، وتتضمن المذكرة محاور تتعلق بالتعاون في مجالات تطوير المناهج التعليمية وتدريب الكادر التدريسي وتنفيذ ورشات عمل متخصصة وتنظيم أنشطة تثقيفية صفية ولا صفية بهدف تذليل الصعوبات التي تعترض طريق التلاميذ في مرحلة الطفولة المبكرة ضمن مشروع استعدوا للالتحاق بالمدرسة. أقيمت ورشة عمل في المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بدمشق بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. وتركزت النقاشات ضمن الورشة حول المقترحات المتعلقة بالمشروع المذكور في ظل الدراسة التي أجراها المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة، متضمنة عرضا لنتائج الدراسة لوضع خطة عمل تنفيذية للمرحلة القادمة لتلافي نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة وتطوير الجوانب القانونية والتعليمية المتعلقة بالمشروع. وتم خلال الورشة عرض تجارب ناجحة من شعب مشروع استعدوا للالتحاق بالمدرسة في بعض المحافظات. وأكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المرديني خلال الورشة ضرورة الاهتمام بالأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة لتكوين شخصيتهم ومواهبهم ومهاراتهم، الأمر الذي يتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات التربوية لتنفيذ جميع الخطط بهذا الشأن وتنمية مهارات الحياة لدى الأطفال ليكونوا فاعلين في مجتمعهم. بمشاركة 800 طالب وطالبة من 80 دولة، انطلق أولمبياد علم الأحياء العالمي IBO 2024 الذي تقيم هذه السنة دولة كازاخستان، ويستمر حتى 14 من تموز الجاري. ويذكر أنها المشاركة السورية الثامنة في هذه المسابقة، ويخضع الطلاب المشاركون لاختبارات عملية ونظرية من المستوى العالمي لتقييم قدرة المنافسين على حل المشاكل العلمية. أصدرت وزارة النقل نتائج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل البحري في ثانويتي طرطوس واللاذقية للدورة الأولى لعام 2024 باختصاص الملاحة والميكانيك البحري. وبلغ عدد المتقدمين للامتحان في الثانويتين
685 طالبا، نجح منهم 392 طالبا بنسبة نجاح بلغت 57.2%، موزعين على 200 طالب في الثانوية اللاذقية، منهم 129 ملاحة بحرية و71 ميكانيكي بحري، و192 طالبا في ثانوية طرطوس، منهم 107 طلاب ملاحة بحرية و85 ميكانيكي بحري. مشاهدينا، وفي أخبار الرياضة ننتقل مع الزميل يزن سيف. ومساء الخير يزن. مساء الخير مريم. تفضل. مشاهدينا، جولة رياضية سريعة ولكن بعد الفاصل. مساء الخير. خسر منتخبنا الوطني للشباب أمام المنتخب السعودي للشباب بهدفين مقابل لا شيء في نصف نهائي بطولة غرب آسيا، وتقدم سعود هارون بهدف أول للمنتخب السعودي بعد مرور 35 دقيقة، قبل أن يضيف زميله سعد حقوي الهدف الثاني بالدقيقة 51. وضرب منتخب السعودية موعدا مع الإمارات في نهائي البطولة بعد تغلبه على نظيره الأردني. أكمل منتخب البرازيل عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس أمريكا الجنوبية كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعادل منتخب البرازيل بهدف لهدف مع نظيره الكولومبي في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات المسبقة، وبادر رافينيا بالتسجيل للبرازيل في الدقيقة 12، لكن دانييل مونوز أدرك التعادل لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وبقي منتخب كولومبيا في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ليضرب موعدا في دور الثمانية مع منتخب بنما صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة. في المقابل تواجد منتخب البرازيل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط ليخوض مواجهة من العيار الثقيل في دور الثمانية مع منتخب الأوروغواي متصدر ترتيب المجموعة الثالثة. أخيرا، وفي عالم كرة المضرب، بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثا عالميا الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربعة الكبرى في كرة المضرب، وذلك عقب تغلبه على الأسترالي ألكسندر فوكيتش بثلاث مجموعات مقابل واحدة وبواقع 7-6 و6-2 و6-2 و5-7، وسيواجه ألكاراز في المباراة الأمريكي فرانسيس تيافو. وواجه الكراز صعوبة في المجموعة الأولى أمام فوكيتش إذ خسر إرساله مرتين ورد الدين مرتين أيضا قبل الحسم في شوط فاصل. مشاهدينا، كان هذا كل شيء لليوم في باقتنا الرياضية. أعود لك ماريا. شكرا لك زميلي يزن على هذه الأخبار. مشاهدينا، نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. مناقشة مصادر التعلم الخاصة بمادة التاريخ ضمن ورشة عمل في مركز تطوير المناهج التربوية. مذكرة تفاهم لتطوير المناهج بين وزارة التربية وهيئة الطاقة الذرية. صدور نتائج الثانوية المهنية للنقل البحري للدورة الأولى للعام 2024. كان هذا كل ما لدينا. لمزيد من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء. We'll be right back.